طيب ندخل بقى في موضوع حلقتنا النهارده، والبدايه كالعاده مع النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله الاهلي سيلتقي مع الترسانه في دور ال 16 في مسابقه كاس مصر. ريني فايلر المدير الفني اعلن قائمه الفريق عقب المران الختامي امس، وجاءت كالتالي: ياسر ابراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، حسين الشحات، اليو ديانج، اليو باجي، محمد مجدي قفشه، محمود وحيد، احمد فتحي، جونيور اجاييه، جيرالدو، محمد هاني، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير، واخيرا وليس اخرا علاء حمزه علاء. جميل جدا جدا.